من أجل القضاء على البيروقراطية والمركزية وتسريعاً لوتيرة التنمية، شرعت ولاية المغيرة الجديدة في إنجاز وتهيئة مقرات المديريات التنفيذية والهيئات التابعة لها، إجراء من شأنه تقريب الإدارة من المواطن. الفرق يعني كنا ولاية الواد في النقل يعني ترانسبور تبكر، ودرك الحمد لله خطوة قريبة 50 كيلو جامعة المغيرة الحمد لله يا رب. قربت الإدارة من المواطن، زادت ثاني البلاصة ولات لنا قريبة، يعني اللي رايحين ترونجو من هنا للواد والله يعني ولينا كلش لهنا ناخذوا أمورنا ونروحوا. العملية انطلقت مباشرة بعد الإعلان عن إنشاء الولايات العشر المستحدثة، خصصت لها مبالغ مالية معتبرة، هي الآن في مرحلة تجهيز المديريات الجديدة بكل ما تتطلبه الإدارة المعاصرة خدمة للمواطن والموظف معا. هذا أمر اللي ساهم بدرجة كبيرة أنه يقرب الإدارة من المواطنين بصفة عامة، خاصة بالنسبة للموظفين اللي كانوا يعانيوا من جهة تنقل المسافات الكبيرة، أو بالنسبة للشركاء الأساسيين كجمعيات رياضية. الملاحظ الأبرز هو سرعة تنفيذ معالجة قضايا المواطنين، بالأخص معالجة الاستثمار بكل أنواعه، الاستثمار الصناعي أو الفلاحي أو السياحي. وزارة الداخلية وجامعة الوهلة المحلية والتهيئة العمرانية خصصت مبلغا معتبر لتجهيز هذه المديريات، والعملية انطلقت بحيث شرعت في الإجراءات الإدارية لاقتناء هذه التجهيزات التي سيتم تخصيصها لهذه المديريات حتى تقوم يعني بوظائفها على أحسن ما يرام. مرافق إدارية مهمة دخلت حيز الاستغلال، ستساهم أيضاً وبشكل كبير في مسيرة بناء الولاية الفتية وتشييدها.